وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، وسلسلة دي رمضانية داهد عشر كيني شن إيلا باتناد من توي، وعن كسو هذا الني الدرس السابق، في الدرس السابق كما تعلمون وعن كسو هذا الني ليلة القدر فضلها هي شرفت هي كرامة هي وناق إلهي أكتس أوكلي هاي تتك مسلمين تان أولي هاي أبا المريض تتك إيها ليا وناق إيها ليا كاسا كسو هذا الني وعن سمينا إن هذا تتم وعن لما يسترينا درسي ليلة القدر أيان لما يسترينا نسأل الله أن يوفقنا للعمل الصالح وحسن الختام إلهي نوافتش إلهي كبرينا لما أنتين ملأت شوكتان بأ في الخارج وفي الداخل إلهي إنه نوافتيه قول له قد داله أو متقانا استغفارت الله بديه هدي إلهي كتوسه وإنا ترى هذا سيدة عائشة أي نبي ويدي سأتري يا رسول الله هدي إلهي حديث صحيحة هدي آن أركو ليلة القدر معانها فيري قرد تشح لمر بالدين إنا ترى هديد اللهم يا ربنا لك الحمد اللهم إنك عفو وعوير قولي له اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فقط لا غير. اللهم إنك عفو إلهي وحنافاته إيه وعفية نعم إنك أهل للعفو والمعافاة للعفو والتقوى والصلاح والخير كله إلهي أهل بؤية إنك أهل التقوى وأهل المغفرة وعوى إلهي أهل بؤية اللهم إنك عفو تحب العفو عفو قنوات عشاي فاعف عنا إلهم العفو انت صخوف لك وعوية بشر رمضان آياتنا نسوق هذا أو سورة القدر يعني كشي كينين وعوية ملائكة وسود دكتاه مكة للك يسود دكان خير كافر بضانية رحمة إلهي بوينانيس وعوية سكين إيا حسلوني إيا مير إيا همين كاسرة ملائكة إلهي وحيود من أفضل بيان تتك السائمين تاه في الليل والنهار وسحورت إلى قرر نع انتاس ملائكت وحي قدام الناف دلمية انتتك السائم انتا ما صوم ياشا ميا ما صومه كمتشرو ولا قتشري ها وكحرين يهي أكونك وكحرين يهي إفي فلاس مله وحلو وشبا يمله قيامه وعتقيا بالكيو إفي فلاس وفاضية وهو رقم الحساب كي يأقام كي فاضية أي قبر كي قيامها تجية لكن إن كانوا تجية أصوب قصلية أو فرح سن أي تجية إلى يهرتي سبحانه وتعالى إلا ما لا أكتب ما طرنا اللهم اغفر له وارحم يسبحون الليل والنهار يستغفرونه ويؤمنون به للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الله محان نعمة أسكبضا نعمة محاك ونكسا كو قضب كشنات أنها سلام من العذاب والعقاب ومن الآثام ومن الشيطان ومن الشرور لكثرة السلامة فيها وكثرة الخيرات فيها سلام هي حتى مطلع الفجر همين كاسو سلام هي حتى وحوي عذابتها اللي قلنا بتقلية عرض إلهي اللي قلنا بتقلية ذنوبتي اللي قلنا بتقلية شينداب بتكنا بتقليسة شربات كنا بتقليسة لأن نبتقلية ذا بدن همين كاس خيرات كابضن إلهي وحولي آيات دشانات سلام هي وهمين نبتقليو تقف إيا قايلو إيا بوق إيا حبل لكذا يهمين كامل أفر صدا على مدها الوكرتنا إن شاء الله دبان كشيغان وصوص عطا وحوي نمبر كالليحات أوليلة قاتريغ على مدها إلهيها إيا وناق وحوي أن الله تعالى أنزل فيها سورة كاملة تطلى إلى يوم الدين اسمها سورة القدر إلهي وحكو سودتي سورة همينك سودت إلى قيامها الأقرنية أولا إلى سورة القدر أي رب سودتي وتتعرى هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم وحانا لقى رادية ولقى بادي قوبا
tobanka ugu dambaysay nabigu sallallahu calayhi wasallam xadiidka saxiixa oo warinaya imaam bukhaari kitaabu fadaa'il fadli laylat alqadr oo ku warinaya imaam bukhaari halkaa ka raadiya wuxuu leeyahay nebigu waxaa laga raadinayaa taxarraw laylat alqadri laylat alqadriga raadiya ku dadaala fi lcashr alawaakhir min ramadaan tobanka ramadaanka ugu dambaysa ka raadiya wahiya fii awtaariha aakad tirada isdheer ayay ku jirtaa liqowlihi sal allahu alayh wasalam taxarraw laylat alqadri fi lwitri min alcashri alawaakhir min ramadaan tobanka ugu dambeeya ka raadiyo bisha weliba xisaabta isdheer ka raadiya wuxuu leeyahy nebigu sal alayh wasalam xadiid kale iltamisuuha fii taasicatin tabqaa wafii saabicatin tabqaa wafii khaamisatin tabqaa bishu marka sagaal ka harto waa koob iyo labaatan marka toddoba ka harto waa saddex iyo labaatan marka shanu ka harto waa shan iyo labaatan meelahaas ka raadiya baadida halkaa laga raadsho meel aysan jirin yaa laga dooni haa raad baa ruux dhala sunnada nebiga iyo qur-aanka aan ku tadaburno aan ku khushuucno ikhlaas iyo mutaabacahan halka helo halkaasa laga raadinaya nebigu uu yihi sal alayh wasalam xadiidka nebiga waa kii ahaa saxiixa saxiixayn kaba dhe man qaama laylat alqadri iimaana waxtisaaban wafira lahu ma taqadama min dhanb ruuxa istaaga laylat alqadri ee salaada iyo taraawiixda maca aljamaaca wa maca almuslimiin fi lmasjid ninka ugu taga oo la tukada dembigiisa waa la dhaafay maa taqadama min dambi xala dhalay allah nebigu ma oran man ra'aa laylat alqadri wuxuu yidhi man qaama camala la rabaa cibaadaa la rabaa ee waxa waaye man qaama lama dhihin man ra'aa lama dhihin haddii la dhihi lahaa man ra'aa laylat alqadri iimaanan waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min dambi sidaa ma noqone nebiguna ma oran waxay noqon lahayd nin arkay maahane nin kale inuusan xasanaad iyo ajir iyo thawaab helayn laakiin nebigu wuxuu yihi sal alayh wasalam oo ilaahayna waxyi ah man qaama laylat alqadri ninkii istaaga rag iyo dumar aragti shardi maaha shardi waxaa alcamal waalcibaada waalsadaqa waalra'fa waalraxma waalmusaawaa mu'aasaa dadka masaakiinta loo ixsaan sameeyo loo mataqaana sadaqada la bixiyo qur-aanka la akriyo taasaa muhima ee muhimku maaha in bishii adigu aruyo aada ku aragtid maaha ruuxa muslimkaah waxaa la rabaa inuu ku dadaalaa waa la qariyey bisha ramadaan lagu qariyey tobanka dambe lagu qariyey tobankaa laga dhex raadsho nebiga markii la weydiiyey joojiyo yiri watarka ka raadiya laakiin ibn ubay oo ubay ibni kacab saxaabiga jaliilka asaga wuxuu ku dhaartay inay tahay 7-iyo-20-ka sidaan hore usoo sheegnay calaamadaha lagu yaqaano markaan soo khulaaseeyo waqtigu waa soo gaabinaynaa calaamaday leedahay maalintaa hameenka laylatul qadriga subaxdeeda qoraxdu waa soo baxaysaa wax shucaaca qoraxdoon lahayn ayadoo saafiya ya oo aad dahab camal moodid oo aan shucaac lahayn ayay soo waxay indhaha kaa qabanaya ayadoo ah ka'annahaa laylat albadr ayadoo camal ayay soo baxaysaa ayadoo guduudanna in waa laga yaaba xoogo guduuda inuu ku jiro raqamka koowaad weeye raqamka labaad hameenka laylatul qadriga waa hameen ifaya oo nuuraya haba ahaato hameenkii mugdiga ayaamihii mugdigaba ha ahaatee waxa weeye waa hameen ifaya leanna 7-iyo-20, 5-iyo-20 waa mugdi bishu mar dambay soo baxdaa 7-iyo-20-ka iyo laakiin hameenkaas ka'annamaa 13-14 adoo ku dhex jira camal weeye waa layla baljah mudiica ha sidaas weeye qodobka afraad waxa weeye hameenkaasu kulaylna maaha qabowna maaha ha hameenkaasna xidigaha lama tuuro shahaabta lama tuuro hameenkaas wax qaylaa iyo wax buuqa hameenka male say balaayo imaanee malaa'igtii oo dhan baa dhulka fadhidee ciidamadii ilaahay junuudda ilaahay baa dhulka jooga ma junuuddaasaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ogol yahay dhib iyo mashaakil iyo madarro iyo mafsada maya waa laga xirayaa wixii oo dhan layrkaa loo daminayaa naxmadaas iyo barwaaqadaasaa socota ninkii dabaalo kale hadabaasho yani waxa weye nin iyo taagtiis nin iyo orodkiis wafii dalika falyatanaafas almutanaafisuuna ilaahay wuxuu ugu faanayaa malaa'igta uu leeyahay dadkii aada tidhaahdeen ilaahow maxaad u abuuraysaa dad ku caasinaya aada tidhaahdeen
الفيرية سيء عبادة سنية سيء صلاة الليل كنتو كنية تهاجك سيء أتو كنية فيرية إله هو أدتك محاضو أبوري أدتك أترى هذين فيها من يسفك الدماء أتجعل فيها من يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون حكمة ربانية إلهية بالغة تسوي وحوي علامات كاس وعلامات كلا شيغو او حديث وحاس اي كو جيرتا او نبي او نو شيغي صلى الله عليه وسلم marka waxaa la raba hameenka in la dadaala waxa weeye ninkii raba jannada inuu galo oo nabiga la rafiiqo iyo saalixiinta iyo shuhadada ducada ha badiyo xumaantana iska ilaaliyo qurunka iyo balaayada iyo qabyaalada iyo urkutaalada weeye hameenkaas ilaahay dadko dhan dambigii soo dhaafaya ilaa afar nin maahan afartan nin أيام ترى كل عضي أفرتان كم عاقل والدي عاقل والدي أسرع متغنى كم تشرو وهو يقاطع الرحم مدمن خمر وشاحن نك خبر جئبي يكتلالك يمتك للصعود يمتك جدا يمتك وحاصر من كل مصامين حد يسن توبة كنين أو يسن كفر حالا أو يسن كجارين بش إلهي ودم الدافية 24 ساعة توبة وفرنتهاي سيدا سوي وحاجر مركة wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam nima wuxuu riyaa rasuulullah waxaan jecelahay inaad ii sheegto amal jannada aan ku galo naarta iga fogeeya markaas nabiga wuxuu leeyahay laqad saaltani an adimi wa innahu la yasiru ala man yasaru allah alayhi hadith imam tirmidhi fi kitab al-iman ku wariyay wuxuu yiri ya rasuulullah amal yar oo jannada ku galo wax yar ii sheeg oo jannada ku galo naarta iga fogeeya wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam shay weyn baad i weydiisay laakiin ninkii ilaahay u fudeeyo waa sahlan tahay nacam wa uftudahay waxaad arkaysaa cibaadada nina waa loo fudeeyay فسنيسره لليسرى نن وحوي فسنيسره للعسرى ايده كتب سفير نن الهي بافوداي او اسهلنت راحه قلبيه طمانينه نفس طمانينه نفسيه ايها استا الا بذكر الله تطمئن القلوب ذكر الهي اي قلوب توينيه تاسو علامتها وعجر رق علماء او دداري او استنباط كسو دحساري ليت قتل انت 27 وعيرهدين سابع والعشرين وهي آيات وحكو شرطة سدح قور الله وحكو شيء ليلة القدر إن أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر سدح قور أي آيات كسو أرورت سورة القدر أريق لفظي القدر سقال حرف وهي سقال كحرف وحد كل فتا سدح دي كل فوق تضبيا لما تنساسي كنت هي رهدين ساسا كنا قارنا وعشيقي ابن عضية في تفسيره وعشيقي إمام القردمي في كتابه جامع أحكام القرآن وعشيقي حافظ ابن رجب الحنبلي كتاب كسل الطائف المعارف ليره ها وعي كلا يرهدين وحن كنا قارنا صورة صدهم كلمة وهي آيات كلمة تضبيا لما تناد هي ضمير كأن قوان اللي تقاتل قواي سلام هي هي تطبيع اللواتني كتاجن تاي ساسا كوغاني تطبيع اللواتني تاي لأن سورة 30 كلمة تاسو وحوي واستنباط إيو عقل إيو مسكح إيو فهموي عبد الله بن عباس عمر بن سؤالي مركز سوري ورمحات كلاذة مركز سوري تطبيع اللواتني كوي إلهي تطبع مال مودو أبوري تطبع سمو أبوري تطبع أرضو أبوري تطبع وحوي تطبع نارو أبوري تطبع سيدو أودي أيا بني آدم كأطوارت أي مراحش أو صمر وتضب صورة المؤمنين فيه وحويت صوت تضب تضب أودي أيو يروى فهم إلهي كسيي إيه حكمة النبي كود دعيي خير الله كسي وحوي مرك وحنا لكربة بالشهر رمضان إيه آخر كا إن ندالنا أن إلهي توبة ويديسنا أن دمداف ويديسنا وهذه وحكاد عين دمان وحبارنا قد عين واد دنبوني إن لير إله ربي الله دمداف إله حسن الخاتمة كابرنا يا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا يا قابل التوب تقبل توبتنا سداس الله رب اللهم اغفر لي وتب علي فإنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا وارضى عنا وتجاوز عنا وادخل الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك تقلان وحوي إن إلهي لبريه وإلهي دمناف لويديستو وأهرم وين واي هدي هدنا لي رعاوة وحوي وحلو سينيا
meel hebla lacaga laga bixinaya sida loo soo kala horeeyana lacagta u kala badanta ninka soo horeeya $200 ninka ku xiga $100 ninka ku xiga $150 ninka ku xiga $100 labaatan ugu dambeysa sida hadii la yiraa waxaad ku dadaalaysaa inaad noqoto ninka ugu horeeya $200 qaata ayaad jeceshahay halkaana ilaahay wuxuu leeyahay saabiquu ilaa maqfirati min rabbikum wa jannatin carduha ka cardi samaai walardi ucidad iladiina aamanuu billahi warasuul u dhaqtama u kala hortama munaafaso sameeya waxa weeye janno oo ballarkeedu samaawaadka arada uu ka weynyahay waxa uu ilaahay wuxuu leeyahy wasaaricuu suurata aali cimraan ay tahay wasaaricuu ilaa maqfirati min rabbikum wa jannatin carduha samaawaatu waalardu ucidat lilmuttaqiin fastabiqu lkhayraat suurat albaqara aynamaa takunuu yaati bikum allahu jamiica suurat almaa'ida fastabiqu lkhayraat ila allahi marjicukum jamiica fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifuuna baadiruu xadiidka nebiga uu wariyey baadiruu bilacmaali saalix sabcan todoba ka hor intaysan idku dhicin camaash u dadaal iqtanim xadiidka uu warinay imaam bayhaqi wasaxaha walxaakim bayhaqi waxasana walxaakim wasaxaha waxa weeye xadiidkaana fiiri iqtanim khamsan qabla khamsin shabaabaka qabla haramika wasixataka qabla maradika waxayaataka qabla mowtika wafiraaki qabla shuqlika waqinaaka qabla faqrika shantaa mucawaqaatu lcamala la yidhaha waxyaalaha acmaasha ka hor istaagaya intaysan imaan dadaal buundada ka gudub haddii laakiin buundada ay kugu qabato waxa weeye waa lo sahal waxaan isku dardaarmaynaa aan kusoo gebagabaynayaa bisha ramadaan sahal iyosan ugu dhaafin insha allah waxaan ka hadli doonaa duruusa soo socota zakaatu lfitri fitriga yaa la siinayaa yaa iska leh iyo ruuxa qadla lagu leeyahay oo qadla ramadaan lagu leeyahay ee cakaantiisa ayaan idinkana ka hadli doonaa darsigeenii maanta intaasoo nooga dhan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu